اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من حلقاتي. النهارده ان شاء الله هنعمل غدا سهل وبسيط ومش هيكلفك حاجه، وفي نفس الوقت مش هتقفي كتير في المطبخ. يلا بينا نشوف المقادير وطريقه التحضير. دلوقتي معايا كده حله على نار، وحطيت فيها حوالي معلقتين من الزيت وبصلايه كده متقطعه مكعبات زي ما انتم شايفين. هشوح البصلايه دي لحد ما تبدا تاخد لون ذهبي معانا، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. وهي بتتشوح كده هزود لها التوابل بتاعتها. حطيت كده معلقة صغيرة من توابل سمك لاني بعمل رز صيادية، وكمان هحط لها معلقة صغيرة من الكمون المطحون، ومعلقة صغيرة من الثوم البودر، ومعلقة صغيرة من البصل البودر زي ما انتوا شايفين كده. التوابل لما بتتحمص مع البصل وهو بيتشوح بيدي ريحة جميلة جدا للأكل، وبيبقى طعمها حلو جدا. ودلوقتي بعد ما البصلاية أخدت لون دهبي زي ما انتوا شايفين كده، بنزل كده بالرز وبحمره. أنا ما بحبش أحمر البصل أكتر من كده، علشان البصلية بتمرر وفي نفس الوقت بتخلي الرز لونه مش حلو، لونه غامق، وانا ما بحبش الرز يبقى لونه غامق. وكمان البصلة لما بتمرر الاكل فمش بيبقى لطيف، فانا بخليها لونها ذهبي بنفس الدرجة اللي انتوا شفتوها دي، وبحمر الرز معاها كده. ودلوقتي بزود الرز توابل برضو من توابل السمك، ومعلقة صغيرة كده من الكمون. طبعا السمك بيبقى روحه في الكمون، لكن ما تحطيش للسمك فلفل اسود نهائي، مش بيبقى لطيف خالص. ودلوقتي بزود ملح، ومعايا مية مغلية علشان اسقي بيها الرز. دلوقتي هنسقي بقى الرز بمية مغلية، ما ينفعش تكون باردة علشان الرز ما يعجنش معاكي. اهو بالشكل ده، وتأكدي من التسقية المظبوط للرز علشان يطلع مفلفل وفي نفس الوقت ما يلزقش منك في الحلة. دلوقتي بقى انا سبت الرز يستوي، وهتبل السمك معاكم بطريقة سهلة جدا وبسيطة. دلوقتي حطيت كده معلقة من توابل السمك، ومعلقة كمان من كمون مطحون، ومعلقة من الثوم البودر، ومعلقة من البصل البودر، ومعلقة من الملح او بالشكل ده، وحوالي معلقتين من الخل، ومعانا عصرة نص ليمونة. لو مش عندك خل ممكن تستغني عنه وتعملي عصير ليمونتين. وبقلب كده التوابل كلها مع بعض. بصوا دي اسرع طريقة لتتبيلة السمك، وفي نفس الوقت اقتصادية جدا ومن غير مكونات كتير. بما اننا دلوقتي في حظر تجوال فما فيش امكانية ان انا انزل واشتري خضار او حاجة، فكان عندي التوابل فقلت ايه خلاص اعمل التوابل دي واتبل بها السمك، وبيبقى ريحتها جميلة جدا وبيبقى طعمها حلو قوي في السمك، وبتضيع لك الزفرة السمك خالص. طبعا احنا غسلين السمك بالليمون وبالخل، ونقعناه في ليمون وخل برضو قبل ما نستخدمه. وانا بتبل كده السمك من جوه من بره زي ما انتم شايفين كده، وبخلي السمك كده يقعد في التتبيلة حوالي ربع ساعة علشان نسيج اللحمة بتاعته ياخد من التتبيلة ويبقى طعمه جميل. او بالشكل ده بتبله كده من كل جنب وبرضو من جوه. ودلوقتي السمك اتبل معانا وقعد حوالي ربع ساعة في التتبيلة دي. جبت كده حوالي كوباية دقيق، وهتبل بقى السمك بتاعي بالدقيق. عايزة اقول لكم دي اسرع طريقة، وفي نفس الوقت يعني مش محتاجة خضار ولا اي حاجة. انا تبلت معاكم السمك قبل كده على القناة بطريقة مختلفة عندي، بس احنا بما اننا دلوقتي في حظر تجوال فمش متاح بقى ان احنا ننزل نشتري حاجة، فايه صرفي نفسك. بتبل كده السمك من جوه ومن بره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
وبفتح كده السمكة كلها علشان تبقى مفتوحة معايا في الزيت، علشان اقدر احمرها من جوه ومن بره بالشكل ده، علشان تبقى مفرودة معايا ما تبقاش مقفولة او بالشكل ده. الطبق اللي كان معايا فيه التوابل زودته كده حوالي معلقتين من الخل او معلقتين من المية، تمام. وبحط كده على الدقيق مية كده بالمعلقة علشان الدقيق ما يقعش مني في الزيت ويتحرق مني في الزيت، تمام. الطريقة دي انا بعملها دي لسنين وبتبقى حلوة جدا. ودلوقتي حطيت كده زيت على النار زي ما انتم شايفين، زي ما قلت لكم، وهحط السمك مفرود زي ما قلت لكم. كمان عايزه اقول لكم انك تبلي السمك قبل ما تحطيه في الزيت، طريقه حلوه جدا، مش بيخلي الدقيق يقع في الزيت ولا يتحرق منك خالص، ويبقى ريحه الشقه مش حلوه. انا بعملها دي لسنين، دي لي يمكن اكتر من 10 سنين دلوقتي، وطريقه حلوه جدا وجايبه نتيجه، يعني جربوها. واول بقى ما السمك بيتحمر من جنب بتروحي قلبيه على الجنب التاني، وهكذا لحد ما يستوي. بعد كده بتخرجيه على ورق مطبخ، شايفين لونه جميل ازاي؟ يلا يستوي بقى، وبعد كده نرجع مع بعض تاني. ودلوقتي الرز استوى معانا، وخلصنا تحمير السمك زي ما انتم شايفين كده بألف هنا وشفا. يعتبر احنا قلينا السمك بالمية زي ما قلت لكم، الخطوة اللي انا عملتها في تتبيلة السمك دي اعملوها، فعلا بتبقى جميلة ومش بتخلي الدقيق يتحرق منك في الزيت ويدي ريحة مش حلوة للسمك وللشقة. شايفين الرز مفلفل ازاي وجميل جدا ما شاء الله، ومش بيلزق مني في الحلة الستانلس ولا اي حاجة، لان بيجيلي تعليقات كتير بسبب الموضوع ده. بألف هنا وشفا، واتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، ولو في اي استفسار اكتبولي في التعليقات، وان شاء الله استنوني فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.